السلام عليكم ورحمة الله. موضوع شفته على النت من فترة عن حيلة بنستخدمها لتشغيل السيارة في حال كان بطارية السيارة دي ضعيفة أو ميتة. الحيلة دي ببساطة إنك بتجيب حبل أو شريط وتلفه على الإطار بتاع السيارة، وبعد كده تروح ساحب الحبل أو الشريط ده فالإطار بيلف والمحرك بيشتغل. لما جيت أنفذ الفكرة دي أول مرة، علشان أول مرة أعملها فشلت، لكن في المرة التانية بقى لما جيت أنفذها برضه فشلت، لكن في المرة الثالثة الأوضاع كانت اختلفت خالص، ولما جيت أنفذ الفكرة برضه فشلت. في الحقيقة أنا فشلت 9 مرات كاملين، لدرجة إن مفصل إيدي مازال بيوجعني، لكن مع التجربة والخطأ اتعلمت السر بتاعها أو الحيلة بتاعتها، وعرفت إزاي تقدر تشغل سيارة بطاريتها ضعيفة أو ميتة لوحدك بدون أي مساعدة خارجية. خلينا نتنقل للجزء العملي. الطريقة الصحيحة كالتالي: لو انت عربيتك كربيراتير حط حاجة على الدواسة تعمل ضغطة بسيطة، لكن لو انت عربيتك انجكشن او رشاشات ما تحطش حاجة على الدواسة. بتشد الهاند وتجيب عصا السرعات على السرعة الخمسة، وبتفتح كونتاك، بعد كده بتجيب العقدة بتاعت الحبل ذات نفسه وتحشرها في مكان وتلف الحبل. لما تيجي تلف الحبل بقى، لما تيجي تجيبه بتجيبه من نفس المكان، ان هو ينزل على العقدة دي وينزل فوق منها، يعني يبقى الحبل فوق الحبل طبقة تانية علشان يمسك في بعضه. بص كده الحبل فوق بعضه طبقة تانية، وبعد كده بتسحب اتجاه عمودي. اهي انها تعمل، انها سليمة، الموتور اشتغل اهو. بعد كده بتجيب عصا السرعات على الوضع المحايد وتنزل السيارة وتمشي بيها. مش محتاج اقول لك انشر الفكرة، لان هي اكيد 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 هتنفع ناس كتير قوي بيتعرضوا لمواقف طريقة زي كده. ولو مهتم انك تشوف كل الفيديوهات اللي انا هرفعها في الفترة اللي جاية بإذن الله، بعد ما تضغط على زر الاشتراك في القناة فعل اشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس عشان يجيلك اشعار بمجرد ما انزل فيديو. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.